ناحية مراكش، اللي هي مقدار كيلومتر اللي كتفاصل بين مراكش وما بين تينوريكا، وبعيدين حاليا عن تينوريكا تقريبا بجوج الكيلومتر على طريق استيباد ما، وبالضبط في ماموشكا اللي هي ريستورا اللي هي تتواجد فيها جميع المرافق، لا نومية ولا فضائية ولا ولا الأكل ولا موجود فيها. ولا أنسى نتكلم لكم على منطقة تريكا اللي هي حسن الضيافة بالنسبة للسكينة والاحترام، وتتواجد في المنطقة اللي هي زينة بزاف في المغرب، وفيها الثلج وفيها الماء، وتتميز بالشجر التفاح الزيتون، جميع المغنات اللي هي من بوعويد، من جميع الأشجار اللي هي مثمرة وفاكية، وتنتمنى باش تزورها في أي وقت اللي تكونوا تفكروا باش تجيو للمغرب، خارج الناس خارج المغرب وداخل المغرب، ومرحبا بكم مرة أخرى. لا أنسى نرحب بكم مدينة تريكا ومراكش والمغرب ككل من طنجة الكبيرة، يزورونا هنا في المنطقة ديال مراكش اللي هي أوريكا، وبالضبط في ريستورات ماموشكا. مرحبا بكم دار نغان دار القلب يحنان، مرحبا بكم دار نغان دار القلب يحنان، هن وينوني تحنى زود وينوني لقى مريان، يعفهمونا نتفرقين كله قد وسن، مرقي غنى فالسماء قال النزي حرون، مرقاني وتيوري ميم وخاتي دوك صغان.